سامويل إيتو يجن جنونه ويصفع المدرب الكاميروني سونغ بعد الخسارة أمام المنتخب الجزائري. لنتابع. أهلا بكم على قناة حياتنا، اشتركوا في قناتنا وتابعوا معنا كل الأخبار الرياضية لحظة بلحظة. والآن لنبدأ. بعد الانتصار التاريخي للمنتخب الجزائري على نظيره الكاميروني في مباراة الذهاب التي أقيمت في الكاميرون خلال تصفية كأس العالم للقارة الإفريقية في الجولة الحاسمة، يقترب فريق محاربي الصحراء أكثر فأكثر للوصول إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 التي ستقام بإذن الله في قطر. من جهة أخرى، قال سامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم عقب هزيمة بلاده: لقد حفزنا اللاعبين الكاميرونيين قبل هذه المباراة من أجل الفوز على المنتخب الجزائري الذي يعتبر من أقوى المنتخبات الإفريقية في هذه الفترة رغم خروجه المبكر من نهائيات الأمم الإفريقية الأخيرة. وأضاف قائلا: كنت أعلم أن هذه المباراة لن تكون سهلة على منتخبنا رغم الإصابات العديدة التي ضربت فريقنا قبل هذه المواجهة، لكن لاعبي المنتخب الكاميروني كانوا رجالا على أرض الملعب، لكن نتيجة المباراة لم تكن في صالحنا. لكن الأمر لم ينتهي بعد، ولدينا مباراة الإياب بالجزائر التي ستلعب على ملعب مصطفى تشاكر، وهو ملعب سيء للغاية وغير آمن للاعبي المنتخب الكاميروني. وأضاف قائلا: أعرف أن المشجعين الجزائريين متعصبون للغاية بشأن فريقهم، لكننا سنلعب من أجل الفوز، ولا شيء إلا الفوز على المنتخب الجزائري في قلب ملعب مصطفى تشاكر بالجزائر، لكن ما يخيفني هو أمن اللاعبين الكاميرونيين إذا هزمنا الجزائر. وفي الأخير نقول لسامويل إيتو أن المنتخب الجزائري سوف يفوز على المنتخب الكاميروني، وأننا سوف نتأهل بإذن الله إلى نهائيات كأس العالم في قطر إن شاء الله، وحظا موفقا للمنتخب الجزائري في مباراة العودة. دمتم في رعاية الله. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائماً.